ممكن تخبرني شو وضعه؟ سرطان بالدم وما بعرف بأي مرحلة. ارتحتي؟ ليش عصب؟ أنا ما بعرف ليش عم تستغرب. أنت تحديداً من ربع ساعة مو كنتي ماشية بين الموت؟ قلنا 3 سنين شو عم نعمل؟ غير ندفن أحبابنا، عايشين بقتل وتهجير ودم وقهر، وآخر شي بتشوفي مريض سرطان ويوم ترتعبي. هي شكلها كتير عصبي. على فكرة أنا أكثر إنسان راي ممكن تشوفيه بحياتي. قديش عمره؟ قد ايه بتتوقعي؟ 60. عمري 50 سنة. ما عم يزبط معي اليوم شيء ولا شيء. وليه؟ شكلهم وصلوا لعنك ما؟ لا لو وصلوا كنا سمعنا صوتهم هون بالشباك. شوفي العلبة الحمراء بس. لا 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 الثانية الثانية كل حبيبي.